وللمزيد حول أهم ما تضمنه المؤتمر الصحفي لرئيس مجلس الوزراء ينضم إلينا الزميل كريم بيبرز مراسل التلفزيون المصري. نعم، مؤتمر خاص وفريد من نوعه لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والذي يتحدث عن نقطة هي يعتبر الأهم في هذه الأوقات، خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة دائما حول العالم والتي تؤثر بشكل مباشر على الدولة المصرية. خطوات عديدة اتخذتها الدولة المصرية والحكومة خلال الفترة السابقة لزيادة حجم الاستثمار الأجنبي والاستثمار المحلي بشكل عام، خصوصا لسد الفجوة الدولارية وسد الفجوة بين الاحتياج وبين الصادرات والواردات في العديد من الملفات الصناعية والزراعية وغيرها من القوانين المختلفة التي تم تعديلها. من أهم هذه القرارات كانت سياسة وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تعمل على خروج أو تخارج الحكومة المصرية من عدد كبير من المشروعات الصناعية وغيرها من الشركات المختلفة، وزيادة دخول نسب القطاع الخاص ضمن خطة كاملة لإعطاء النفوذ الكامل للقطاع الخاص في التعامل مع جميع الصناعات أو إدارة الملفات المختلفة سواء كانت صناعية أو زراعية في عديد من الشركات، عن طريق طرح بعض الشركات وأصول الدولة المصرية في البورصة. تحدث اليوم الدكتور مصطفى مدبولي عن آخر التطورات التي حدثت في أكثر من 30 شركة، 32 شركة تم عرضهم في البورصة وطرحهم في البورصة خلال الفترة السابقة. الحصيلة وصلت حتى الآن من هذه الطروحات إلى 1.9 مليار دولار لحصيلة هذه الطروحات، وجاري العمل على مليار آخر خلال الفترة القادمة بإذن الله. نتحدث عن 4 شركات بالفعل تم التخرج الكامل منهم من جانب الحكومة المصرية، نتحدث عن شركات أخرى 3 شركات تخرج جزئي تقريبا، وسيوصل التخرج كامل خلال الفترة القادمة. هذا فيما يتعلق بعدد الشركات التي تم العمل عليها، من ضمن 32 شركة تم طرحهم من قبل. نتحدث أيضا عن المشاريع المختلفة فيما يتعلق بسد الفجوة الدولارية، الرد على فكرة توقف المشروعات المختلفة التي تتعامل بالدولار أو حتى بعض المشاريع تتعامل بالجنيه المصري. تم توقف بعض المشروعات إلى المشروعات التي تعدت 70%، إلا أن هناك مشروع هام جدا ومشروع حياة كريمة، فهو لم يتوقف على الإطلاق لأنه مشروع تنموي يخص تقريبا 1/3 الشعب المصري، وهو من أكبر المشاريع في العالم تنمويا إن لم يكن الأكبر على الإطلاق. تحدث أيضا الدكتور مصطفى مدبولي عن أن مصر أصبحت الدولة الأكثر جذبا للاستثمار خلال هذه الفترة، وتكون هي الأولى في شمال أفريقيا والثانية أفريقيا بعد جنوب أفريقيا. نتحدث عن جذب الاستثمار الأجنبي. أيضا بعض النقاط الهامة التي ممكن أن نتحدث عنها فيما يتعلق بالمشاريع التي يعني تهتم بها الدولة المصرية والعالم أجمع، المشاريع الخاصة بالهيدروجين الأخضر. تم إصدار قوانين مختلفة وتشريعات مختلفة تم تحديثها لتسهيل إنشاء مشاريع الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة. نتحدث أيضا عن الرخصة الذهبية التي تم إعطائها للعديد من المشروعات والعديد من المستثمرين والعديد من القطاعات التي تم يعني إعطاء هذه الرخص الذهبية إنشاء للشركات عن طريق فقط الشباك الواحد، الإبلاغ عن طريق فقط الطرق الإلكترونية. ليس هذا بحسب، ولكن أيضا الموافقة على إصدار بعض التراخيص الخاصة بالشركات خلال 20 يوما فقط، وإذا لم يتم الرد خلال هذه الفترة يعتبر الموافقة موجودة بالفعل.